متطلبات الصف الاول صناعات كهربيه اهلا وسهلا بكم النهارده في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه اهلا بكم النهارده ان شاء الله في الترم الثاني في الحلقه رقم ثلاثه في الالات تيار مستمر اللي عندنا النهارده اللي هنشتغل عليها هندسه كهربيه اساسيات الهندسه الكهربيه للصف الاول صناعات كهربيه طيب احنا من فتره كده اتكلمنا عن التيار المتردد وعرفنا يعني ايه تيار متردد وعرفنا يعني ايه مقاومه والمقاومه بتاعتنا ديت بتتوصل مع التيار المتغير وشويه خدنا الملف وشويه تانية خدنا المكثف ايه حكايه الموضوع ده اصلا يعني هو الموضوع ده احنا بندرسه ليه اصلا يعني احنا احنا اول ما اشتغلنا قلنا درسنا مقاومه مع تيار متغير شوية وخدنا مكثف مع تيار متغير، شوية خدنا ملف مع تيار متغير، شوية خدنا المقاومة مع الملف، بعد كده خدنا المقاومة مع المكثف، بعد كده خدنا المقاومة مع الملف مع المكثف اللي احنا كنا بنسميها دوائر ال ال والار والسي. طيب واحنا بنعذبك عشان بنديك الحاجات دي كلها يعني؟ طب ايه الغرض منها يعني؟ طيب النهارده يعتبر تطبيق مهم جدا جدا لاكماله الجزء اللي فات في, الـ في, الـ في على مدار الحلقات اللي فاتت في الطيار المتردد، بمعنى ايه؟ إن الدوائر دي إحنا مش خدناها كده من فراغ علشان ندرس فيها إن التيار المتغير لما بيمشي في المقاومة يبقى الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد ومش كده وبس الملف لما بيمشي جواه طيار بيقدم الطيار عن الجهد لا ده الجهد هو اللي بيتقدم عن الطيار بزاوية 90 بعد كده اشتغلنا على المكثف عرفنا إن المكثف أصلاً من وظيفته الأساسية بيخلي الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية 90 طب يا مستر هو احنا الحاجات دي خدناها كده عشان نعرف العلاقات دي بس لا ده النهارده بقى هناخد تطبيق مهم جدا اللي هو تردد الرنين يعني ايه تردد الرنين الاول او يعني ايه كلمه رنين ويعني ايه الدائره في حاله رنين وهل بيفيدنا انا كطالب في التعليم الفني قسم صناعات كهربية زي قسم التركيبات والمعدات وقسم الحاسبات وقسم الالكترونات هل ده بيفيدني طبعا ده ده صميم شغلي بقى في الفتره اللي جايه كلها بمعنى ايه لو انا عندي مثلا دايره استقبال يعني ايه دايره استقبال يا مستر كلنا عندنا واي فاي في البيت ومش كده وبس كلنا معانا موبايل وكمان عندنا في البيت ريسيفر اللي هو, ال... اللي هو الريسيفر اللي بتوصل بالطبق اللي فوق وبعد كده بيجيب لي اشاره بتفرج على القناه اللي انا عايزها كل ده كده ما سالتش نفسك هل ده هو محور شغلي اه طبعا ده محور شغلنا بمعنى يا مستر يعني الرنين لو توافق مع الموجه اللي جايه من المرسل للمستجيب القناه اللي انت عايزها بتسمعها او بتشوفها بمعنى ايه احنا دلوقتي لو عندنا في البيت راوتر الراوتر ده اول ما بشغله على طول بربطه على الموبايل بتاعي، الراوتر بيبعت اشاره، الاشاره دي مين اللي بيلقطها عندك؟ الموبايل بتاعك او اللاب او الكمبيوتر او ال او او بتاع مثلا ماما او بابا او اخواتك. ادام لقط اشاره يبقى هنا كان في حاجه اسمها مرسل وحاجه تانية اسمها مستجيب. او مش هنتكلم بقى في كلمه مستجيب دي هنقول مرسل ومستقبل. مرسل وايه؟ ومستقبل. المرسل اللي عندي اللي انا هدي له الاشاره تمام كده هيبس اشاره معينه الاشاره ده هي هتروح لك زي اذاعه القران الكريم اذاعه الشباب والرياضه الشرق الاوسط اف ام الاغاني كل دي اذاعات بنشوفها كل دي اذاعات ماشيه فين عباره عن موجات كهرومغناطيسيه ماشيه في الهواء الموجه بتاعتي تتوافق معايا القط عليها واربط عليها الاقي نفسي سمعت الموجه لو انا ماشي مثلا بالعربيه كده والاقي ساعات الموجه راحه جايه يعني ايه راحه جايه يعني الموجه بتاعتي مذبذبه بمعنى لو انا شغال شويه الاقي فيه كده ايه زي وش كده في الصوت او او حاجه مش مظبوطه ايه اللي بيتم هنا ان التردد لسه ما اتظبطش مع تردد الموجه اللي هو اللي 98.9 من 10 ميجا هرتز والحاجات اللي احنا بنشوفها دي يقول لك انفصلت عن موجاتنا مش عارف إيه كام وكام وطول موجي كذا الحاجات دي كلها بقى محور شغلنا النهارده بمعنى ايه انا عندي حاجه اسمها المستقبل وحاجه تانية اسمها الباعث الاشاره ده هو المرسل ايه هو المرسل زي ما خدنا كده مثال صغير قلت لك المرسل ده عباره عن الراوتر اضعف يعني ابسط حاجه بنشوفها بعينينا الراوتر او جهاز الرسيفر اللي عندي في البيت ده هو في طبق فوق بيستقبل الاشارات اللي جايه من نايل سات ويروح جايب اسس عندي مين بقى اللي يقول لي ديت اذاعه وديت قناه كذا وقناه كذا وقناه كذا وقناه كذا اللي بيفصص القنوات دي كلها الرسيفر طب تمام الرسيفر بقى ليه تردد معين بيتوافق مع تردد القناه اللي جايالي او او القمر اللي انا ظبطه عليا فبالتالي بيجي لي القناه اللي انا عايزها ده كله بيتم عن طريق حاجه اسمها دوائر الرنين يبقى دوائر الرنين عندنا نوعين دوائر بيسموها الدوائر المهتزه ودي مش محور شغلنا السنه دي محور شغلنا السنه دي دوائر الرنين بتاع الطيار المتغير عشان تحصل رنين لدايره كهربيه زي ما قلنا كده بقى انا هشغل الواي فاي عايز اربط على الشبكه اللي عندي في البيت او الشبكه اللي عندي زميلي اعمل ايه اول ما بيشغل الراوتر بيبث موجات كهرومغناطيسيه انا بلقطها بتردد معين على الموبايل بتاعي بربط عليها اخش واي فاي دي اضعف او ابسط وسيله ممكن اوضحها لك اللي هو الشغل بتاعنا النهارده اللي هو تردد الرنين طب يا مستر تردد الرنين المقصود بيه هنا ايه المقصود هنا بتردد الرنين ان انا اجيب دايره تيار متغير الدايره دي بيبقى فيها ثلاث حاجات فيها مقاومه فيها ملف فيها مكثف طب سؤال صغير هنا يبقى احنا الحاجات اللي خدناها على مدار الحلقات اللي فاتت كان ليها عوزة اه طبعا ليها عوزة واحتاجناها النهاردة خدنا المقاومة لوحدها خدنا الملف لوحده خدنا المكثف لوحده بعد كده ربطنا كل اتنين مع بعض ربطنا التلاتة مع بعض النهاردة بقى شغلنا كله, كله كالآت دايرة الرنين هي عبارة عن ايه هي عبارة عن دايرة فيها ملف اكس ال ومقاومة ار ومكثف اكس سي طيب امتى الرنين يحصل في الدايره؟ تعالوا كده نبص للدايره بتاعتنا امتى الرنين يحصل لها؟ انا هجيب مقاومه وهجيب ملف وهجيب مكثف وهربطهم الثلاثه بمنبع تيار متغير وشرط الثلاثه يكونوا على التوالي، ايه اللي هيحصل؟ قال الدايره دي شغاله عادي جدا، لو حصل بعض الشروط تصبح الدايره دي في حاجه اسمها رنين ويحسب تيار تردد الرنين دهوت بعلاقه رياضيه هنشوفها بتيجي منين وقبل ما نشوف العلاقه الرياضيه بتيجي منين في حاجه بس عايز انوه عليها مهمه جدا، ايه هي يا اولاد؟ ان احنا عندنا التردد الرنين اللي هو بقى تردد الموجه اللي هو الكهرومغناطيسيه اللي ماشيه في الهواء او ماشيه في الجو عشان اجيب القناه اللي انا عايزها او الاذاعه اللي انا اسمعها لازم تردد الرنين اللي انا جبته ده هو يوافق الموجه يعني ايه يوافق الموجه يعني تردد الرنين اللي انا هجيبه يوا... يساوي التردد بتاع الموجه عشان كده بشوف الصوره واضحه او اسمع الاذاعه تمام او القط شبكه واي فاي في البيت يبقى التردد الرنين اللي مهم جدا في دوائر الاستقبال الدوائر الكهربيه بتاعه الاستقبال اللي احنا بنقول عليها الدوائر اللاسلكيه اللاسلكيه المقصود بيها ان هي ماشيه في اسير هواء ما لهاش سلك ماشيه واي فاي ماشيه عن طريق موجه وهكذا طيب هجيب دايره كهربيه زي الشكل دهوت ده دايره كهربيه الدايره الكهربيه ديت هيبقى فيها حاجتين مهمين جدا حاجه اسمها ممانعه حسيه اللي احنا بنقول عليها اكس ال وممانعه اكس سي اللي احنا بنقول عليها ممانعه سعويه الاثنين دهمت المقا احنا احنا قلنا اول شرط من شروط الرنين الدايره تبقى في حاله رنين لو الاكس ال سوت الاكس سي طب ارجع كده بالذاكره لورا الاكس دي ك... ال دي كانت بتساوي ايه؟ برافو عليك كانت بتساوي 2 باي اف ال طب الاكس سي كانت بتساوي ايه؟ 1 على 2 باي اف سي لو سوينا الاكس ال كقانون اللي هو 2 باي اف ال بالقانون الثاني بتاع الاكس سي اللي هو 1 على 2 باي اف سي يديني علاقه رياضيه زي اللي احنا هنشوفها حالا اهو مش احنا عندنا الاكس ال الـ بتساوي 2 باي اف ال يبقى الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي طيب لو انا هنا ربحت الطرفين هقول اف تربيع بتساوي يعني هاخد اف دي مع اف دي واقول عليها اف تربيع بتساوي 1 على 2 في 2 يبقى 4 وباي في باي بباي تربيع وال في سي يبقى في ال سي طب انا لو دلوقتي خدت الجذر التربيعي للطرفين الجذر التربيعي للاف تربيع يديني اف والجذر التربيعي للواحد هو الواحد والجذر التربيعي للاربعه يديني اتنين والجذر التربيعي الباي تربيع يديني باي لكن ال سي دي لما اجيب لها الجذر تطلع بره بجذر ال سي وده بيسموه تردد الرنين يبقى لو جيت في الامتحان وقلت لك استنتج تيار او تردد الرنين في حاله التوالي قول لي تردد الرنين ده بيحصل في حاله واحده بس ان الاكس ال بتساوي الاكس سي طب بما ان الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال باي اللي احنا عارفينها اللي هي النسبه التقريبيه اللي هي طه. اف اللي هو التردد. اللي, اللي هو قيمه الحس المعامل الحس الذاتي اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت بالهنري. طيب الاكس سي اللي هي الممانعه السعويه بتساوي ايه؟ بتساوي 1 على 2 باي اف سي. يعني ايه؟ يعني 1 ده ثابت، 2 اللي هو رقم ثابت، باي اللي هي 3.14 من 100 اللي هي طه نسبه تقريبيه. باي قلناها اف اللي هو التردد سي اللي هو بيسموه معامل الساعه, الساعة بتاع المكثف او ساعه المكثف اللي هي بتقاس بالفراط او المايكرو فراط. لو سوينا الطرفين ببعض انا هربع اف يعني هضرب اف في اف يديني اف تربيع هقول اف تربيع بتساوي واحد على اربعة باي تربيع ال سي لو خدت الجذر التربيعي للمعادلة ديت يبقى تردد رنين بيساوي التردد بيساوي واحد على 2 باي جذر ال سي طب يا مستر السؤال هنا انت لسه قايلنا من شوية ان تردد الرنين ده هوت بيجي في حاله ان اكس ال بتساوي اكس سي تعالوا كده مع بعضنا نشوف المنحنى اللي هرسمه لكم ده هوت جه منين تردد الرنين وبيجي ازاي انا عندي هنا منحنى التردد ده هوت اللي هو التردد اف منحنى التردد اللي هو ايه اللي هو اف عندي ثلاث حاجات كده مهمين جدا عندي حاجه اسمها الاكس ال -XL وحاجه اسمها الاكس سي وحاجه اسمها المقاومه اللي هي احنا قلنا عليها الملف والمكثف والمقاومه تعالوا كده نبص مع بعضنا كده ونشوف ايه اللي بيحصل ده المنحنى بتاعي بلاقي الاكس ال ده هي تتناسب تناسبا طرديا مع التردد يعني اكس ال تتناسب تناسبا طرديا مع التردد يعني التردد يزيد اكس ال تزيد تمام كده طيب بلاقي عن النقيض الاكس سي بتقل مع التردد لان انا عندي علاقه بتقول ان اف بتساوي واحد على 2 باي اف سي فسعه المكثف اللي هي الاكس سي تتناسب تناسبا طرديا مع التردد فبالتالي المنحنى بتاعي هيبقى بالشكل ده علاقه عكسيه تمام كده يبقى التردد بتاعي يتناسب تناسبا طرديا مع اكس ال المنحنى بتاعي هو صاعد اما الاف ده هي تتناسب تناسبا طرديا مع الاكس سي المقاومه ماشيه مع نفسها يعني ايه المقاومه ماشيه مع نفسها يعني المقاومه هنا ثابته ملهاش دعوه يعني ايه علاقتها بالتردد علاقه ثابته تمام كده اللي يفرق معايا الاكس ال والاكس سي طب حلو الكلام شايفين النقطه دهيت اللي هي التلاقي بتاعتهم دهيت النقطه دهيت بيقول لي ان عندي حاجه اسمها الإعاقه، الإعاقه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هي الزد اللي هي كانت بتساوي الجذر التربيعي لآ تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، يعني الفرق بينهم. طب السؤال هنا الزد ايه علاقتها بالمنحنى ده هو؟ الزد في الأول خالص بتبقى طالعه كده لفوق طالعه لفوق طالعه لفوق طالعه لفوق وبعد كده تحصل لها ايه؟ تتساوى بقيمته المقاومه فتنزل تحت. بعد كده قيمتها ترفع تاني ترفع تاني، يعني كانت قيمتها في الأول عالية، بعد كده القيمة بتاعتها بتنخفض وبتنخفض ليه؟ لأن الشرط الثاني في الرنين إن آر بتساوي زد، فبالتالي قيمة زد اللي هي دهيت ساوت قيمة الآر وبالتالي رجعت تاني لفوق، يعني في القيمة ديت الزد كانت في أقل نقطة، فسوت مين؟ سوت الآر، طب خد بقى الحتة ديت اللي إحنا خدناها في قانون أوم وقلنا إيه؟ قلنا ان المقاومة تتناسب عكسيا مع الطيار فبالتالي قيمة المقاومة هنا هتبقى قليلة جدا فالطيار هيبقى عالي جدا 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 اهو هيعلى جدا في النقطة ده هيبقى في التوب من اهو وبعد كده ايه اللي قيمته ايه بقى اللي انت لاحظه من اللعبكة اللي احنا شفناها ديت ولا لعباكة ولا حاجة يا مستر تعالى كده نفصصها حتة حتة ده منحنى اف اللي هو منحنى التردد القيمه بتاعتنا اللي احنا بنسميها الاكس سي اللي هي بتتناسب تناسبا عكسيا اللي هي دهيت كده اهو تتناسب تناسبا عكسيا مع التردد، يعني قيمة الممانعة السعوية تزيد المك التردد يقل، لكن هنا بتلاحظ ان هنا الملف اللي هو الاكس ال يتناسب تناسبا طرديا مع التردد، المقاومة في كلتا الحالات ثابتة اللي هو لونها الأحمر ده ثابتة، إيه اللي بيحصل بقى؟ في الحالة دهيت اللي هي التقاطع دهيت بيحصل عندي حاجة مهمة جدا في الإعاقة، ال إن الإعاقة هنا بتوصل لأعلى قيمة بعد كده قيمتها بتقل 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 فبتنزل لاقل قيمه، في الحاله اللي بتوصل فيها زد تساوي الار، الطيار هنا بيبقى في اعلى قيمه. الطيار هنا بيبقى في ايه؟ في قمه مجده، في الحاله اللي الطيار فيها بيبقى في قمه مجده في عالي، التردد هنا بيساوي اعلى قيمه ليه، فبالتالي بيحصل في الدايره هنا تردد رنين بنسميه الاف نوت او الاف او. اقول تاني تردد الرنين بيجي امتى لما الطيار بيبقى في اعلى قيمة يعني ايه الطيار بيبقى في اعلى قيمة في الحالة دي الدايرة بيحصل لها رنين يعني ايه رنين بقى صوت كده بنسمعه بيبقى الدايره في حاله رنين تون كده معين بنشوفه في حاله رنين بتبقى الدايره كده بين كده بتزغرط يعني ايه بتزغرط يعني صوت عالي جدا والدايره في الوقت ده هوت بتبقى عاليه جدا 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 في التردد وتردد الرنين في الحاله ده هوت لو عايز احسبه كقيمه زي ما ثبتناها رياضه بيقول لي بيساوي واحد على 2 باي جذر ال سي طب يا مستر نلاحظ من المنحنى ده هوت ان انا عندي ثلاث حاجات مهمين جدا ايه هما ان عندي الاكس ال الاكس ال تتناسب تناسبا طرديا مع التردد الاكس سي تتناسب تناسبا عكسيا مع التردد المقاومه ثابته مش فارقه معاها التردد كتير فعشان كده خطها ايه خطها ثابت هلاحظ هنا ان الاعاقه في الاول خالص بتبقى عاليه جدا بعد كده بتنزل لأقل نقطة فلما بتنزل لأقل نقطة في الحالة دهي ده الطيار بيكون في القمة في التوب لإن عندي علاقة بتقول لي إن الطيار لو زاد العاقة تقل يبقى الإعاقة هنا كانت بتساوي أقل قيمة اللي هي بتساوي قيمة المقاومة فبالتالي الطيار وصل لأعلى قيمة طب لما الطيار يوصل لأعلى قيمة إيه اللي يحصل؟ يحصل في الحاله دي رنين الرنين اللي احنا بنقول عليه بقى ايه بنقول ان الدايره حصل فيها تون كده وتناغم فادتني صوت رنين الرنين بقى اللي هو بسمع بيه بقى الموجه بشوف بيه القناة بسمع بيه الإذاعة اللي أنا عايزها ب ب بلقط الواي فاي اللي هو عندي في البيت عندي بطريقة سهلة جدا وتلاقي الشبكة عندي قوية وزي الفل لأن تردد الموبايل بتاعي ساوى تردد الواي فاي فبالتالي أصبحت الدايرة في حالة رنين امتى الدايرة تبقى في حالة رنين لما الطيار يبقى في أعلى قيمة ركزوا معايا والمقاومة بتاعتي تبقى في أقل قيمة الإعاقة بجلالة أدريها اللي كانت بتساوي الجذر التربيعي لآر تربيع زائد اكس ال ناس اكس سي كل تربيع في قمه مجدها او صوتها عالي جدا او عاليه جدا فبالتالي ان ار بتساوي الايه؟ بتساوي الزد وده اول شرط من شروط الرنين، يبقى انا كده هرجع واقول لك امتى يحصل في الدايره حاله رنين؟ قول لي لو انا جبت مقاومه وصلتها مع ملف وصلتها مع مكثف وممكن اوصل ملف ومكثف بس، ليه بقى؟ لان انا عندي كده كده المقاومات السلك نفسه فيه مقاومه فبالتالي مش فارقه معايا المقاومه قد كده عشان كده احنا لو حطينا مقاومه بتبقى المقاومه قيمتها ثابته الاكس ال -XL بيبقى متناسب تناسبا طرديا مع التردد الاكس سي بيتناسب تناسبا عكسيا مع التردد فبالتالي عند وصول المنحنى بتاعي لاعلى قيمه في حاله ان الاعاقه عندي اقل نقطه فالتردد هيبقى قيمه عاليه جدا فازاي احسب الرنين بقى هنا الحته دهيت ده اكس ال بتساوي اكس سي وده اول شرط من شروط الرنين الشرط الثاني ان ار بتساوي زد وديت الشروط اللي بيحصل عندها رنين انت الدايره في حاله رنين لو الاكس ال ساوى الاكس سي طب تمام مش انت لسه قايل ان الاكس ال بتساوي الاكس سي اهو الاكس ال اللي كانت بتساوي ايه 2 باي اف ال والاكس سي 1 على 2 باي اف سي طب المعادله اليمين بتساوي المعادله الشمال انا هربع اف تربيع هقول له اف تربيع بتساوي 1 ل 2 في 2 ب 4 باي وباي في باي ب باي تربيع اف طبعا خدناها اف في اف في اف تربيع هيبقى لي ايه بقى ال في سي طيب لو انا عايز اجيب اف بقى اجيب الجذر التربيعي للاف تربيع يطلع اف الجذر التربيعي للواحد يطلع واحد، الجذر التربيعي للاربعه يطلع اثنين، الجذر التربيعي الباي تربيعي يطلع باي، لكن الال سي هتبقى تحت الجذر، يبقى العلاقه الاخيره ده هي بيسموها تردد الرنين اللي هنشوف عليه مساله حالا دلوقتي ازاي نحسب تردد الرنين، يبقى الملاحظه اللي هطلع بيها دلوقتي حالا ان انا عندي في الدائره الكهربيه لو انا وصلت مقاومه وملف ومكثف على التوالي لو انا وصلت ملف ومقاومه ومكثف على التوالي، الدايرة دي تصبح في حالة رنين إذا تساوت الإكس ال مع الإكس سي أو الآر مع الزد. في شروط تانية يا مستر آه في شروط تانية هنشوفها دلوقتي بس أنا عايز أرجعك لعلاقة مهمة جدا إن الطيار هنا هيبقى في أعلى قيمة لأن هيساوي الجهد الكلي على المقاومة ما بيساويش بقى الزد دلوقتي لأن أنا عندي علاقة بتقول لي إيه؟ إن آر بتساوي زد فبالتالي دي شروط الرنين والدايرة بتبقى في حالة رنين يعني بيلها صوت والصوت ده بيسموه التون بتاعها تردد الرنين. زي شكر الرنانة اللي درسناها في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي طب يا مستر ادينا كده مثال يلا قول لنا بتتحل ازاي باجي اقولك في الامتحان الدايره في حاله رنين الدايره بتكون في حاله رنين في بعض الشروط اول شرط ان زد بتساوي ار يعني ايه زد بتساوي ار يعني الاعاقه ان ار بتساوي الاعاقه يعني الزد الكليه دهيت بتساوي المقاوم الشرط الثاني جهد المنبع بيساوي جهد الأطراف، نقول تاني، يبقى أنا لما أجي أقول لحضرتك في الامتحان إيه هي شروط الرنين؟ قلت لي إن إكس ال بتساوي الإكس سي، الشرط التاني إن آر بتساوي زد، الشرط التالت إن جهد المنبع بيساوي جهد المقاومة، يعني الجهد الكلي بتاع الدايرة بيساوي جهد المقاومة؟ آه، مش كده وبس، إن كوزاين فاي بتساوي واحد صحيح. وده بقى معامل القدره لا بيبقى متقدم ولا متاخر ده بيبقى في الحاله دي بيساوي ايه واحد صحيح ومش كده كمان ده زاويه الفيض اللي هي زاويه الوجه اللي هي زاويه الطور او زاويه الوجه بين التيار والجهد بتساوي اخرى صفر فبالتالي دي كلها اسمها ايه شروط الرنين يبقى لو قال لك في الامتحان شروط الرنين ايه قول لي ان المقاومه المقاومه بتاعت اللي هي اللي بيسموها الاكس ال بتساوي الاكس سي والار بتساوي الزد اللي هي الاعاقه بتساوي المقاومه والجهد الكلي بيساوي جهد المقاومه والكوزين فاي بتساوي الواحد الصحيح وفاي بتساوي واحد طب يا فندم نشوف كده مع بعضنا بقى مساله باجي اقول لك ايه خليكم بقى معايا كده بيقول لي في دايره للرنين وجد ان معامل الحس واحد من عشره هنري يعني الحس بتاعي كام؟ بواحد من عشرة هنري وسعة المكثف الذي يحدث رنين هو 100 مايكرو فراد احسب تردد الرنين من الدايرة اللي قدامي دهيت ده هقول له اللي بكام؟ بواحد من عشرة هنري والسعة ب 100 مايكرو فراد والتردد ب 50 بخ... التردد بتاعي مجهول عايزين نحسب مش انت عندك تردد الرنين بيقول لك لسه ثابتينه من شويه ان بيساوي 1 على 2 باي جذر ال في سي كل اللي هتعمله هتشيل التردد وتحط قيمة واحد تشيل اتنين وتنزل بيها تقول باي زي ما هي الجذر التربيعي بقى خليك معايا اللي بكام؟ بواحد من مية السي ب 100 مايكرو فراد برافو عليك فاكرين ليه بنضربها في 10 أو سالب 6 عشان نحولها من مايكرو فراد لفراد كل ده هتشغله على الآية الحاسبه هيطلع لك الناتج 159 هرتز يبقى تردد الشبكه هنا او تردد الرنين هنا كام 159 ذبذبه او هرتز زي ما شفنا طب تعالوا كده نستنتج علاقات قبل ما نخش على التوصيل التوازي ايه الملخص اللي فات دوت عشان نركز مع بعضنا اول حاجة عايزك تعرفها انت الدائرة تكون في حالة رنين تكون الدائرة في حالة رنين اذا تساوت الاكس ال مع الاكس سي وجهد المنبع سوى جهد المقاومة والاعاقة سوى المقاومة وكوزين فاي اللي هو معامل القدرة بيساوي الواحد الصحيح يا مستر انت كده خدتنا في دوجة وما قلتناش برضو الم... ده بنشوفه فين في حياتنا اول ما بدأنا الحلقة النهاردة قلت لك ان تردد الرنين بيعمل في دوائر الاستقبال والارسال في دوائر الراديو والتلفزيون. ده كان الطبيعي، الطبيعي الثاني بقى اللي احنا بنشوفها في البيت المستقبل اللي عندك او او المرسل اللي عندك اللي هو الرسيفر اللي هو بيجيب القنوات اللي احنا بنتفرج عليها. عايز اتفرج على رياضه بقلب بالريموت كنترول بيجي لي القناه اللي انا عايزها. اللي حصل ايه؟ ان القمر الصناعي بس تردد معين انا لقطته عندي في الرسيفر بتاعي فبالتالي القنوات كلها ظهرت عندي. يبقى انا كده التردد اللي بندرسه في المدارس بتاعتنا ده هو ليه اهميه في حياتنا؟ اه طبعا ليه اهميه في حياتنا، وخلوا بالكم الكلام ده هو منوع عنه في الكتاب في سطر واحد، لكن احنا هنا فصصناه شويه لان طبعا الواي فاي منتشر معانا كلنا، الموبايلات عشان اسمع زميلي وزميلي يسمعني لما بيتصل عليا ان التردد ده بيساوي التردد ده فبسمع الموجه بتاعته مع الشبكه بتاعتي، ايا كان بقى نوع الشبكه اللي انا رابط عليها ايه؟ يبقى ده كله بيسموه تردد الرنين، يبقى تردد الرنين بيستخدم عمليا في دوائر الاتصالات في دوائر الراديو والتلفزيون وقلنا اول ما اشتغلنا ان تردد الرنين عشان يظهر عندي لازم يبقى في تردد رنين في الدايره، وامتى الدايره تبقى في تردد رنين؟ لو اتحققت بعض الشروط ان لازم يكون عندي مقاومه وملف ومكثف على التوالي والاكس ال اللي هي الممانعه السعويه الاكس ال اللي هي الممانعه الحسيه بتساوي الاكس سي المقاومة الصغيرة بتاعة الدايرة بتساوي المقاومة الكبيرة بتاعة الإعاقة الكلية يعني R بتساوي زد ومش كده كمان ده كلمة كوزين فاي اللي هو معامل القدرة نفسه بيساوي واحد صحيح يعني لا متقدم ولا متأخر وبالتالي الزاوية اللي بين الجهد والتيار مش موجودة فبتساوي صفر القدرة الغير فعالة مش موجودة في الدايرة فبتساوي صفر كل ده هيت والقدرة الظاهرية سوت القدرة الفعالة يعني دي بتساوي اس لو ما تلاقي الشروط ده كلها في الدايرة يا ولاد اذا الدايرة في حالة رنين طب عشان نحسب تردد الرنين قلنا ايه قلنا تردد الرنين بيساوي واحد على 2 باي الجذر التربيعي ل في سي وبكده يبقى خدنا دوائر تردد الرنين اللي هي مهمة جدا اللي احنا بنشوفها في الواي فاي بنشوفها في الموبايل بنشوفها في الريسيفر اللي في البيت عندنا وبكده يبقى احنا حققنا حاجة مهمة جدا ان احنا شفنا الحاجات دي بعينينا ودرسناها كمان عملية طيب نخش بعد كده على حاجة عندنا اسمها توصيل المقاومة والملف على التواز احنا خدنا المقاومات على التوالي وخلصناها لما تتصل بمك... بملف او بمكثف النهارده بقى هناخد الجزء الثاني والاخير في الباب ده بتاعنا دوت ازاي اوصل الحاجات دي على التوازي زي ما وصلنا المقاومه والملف على التوالي هنوصلهم دلوقتي على التوازي الشكل الموضح امامكم دوت يا اولاد عباره عن ايه عباره عن دايره تيار متغير فيها ملف اللي هو الاكس ال -XL وفيها مقاومه ار والجهد الكلي اللي ماشي في الدايره اسمه في طيب لو انت لاحظت معايا ان التيار اللي ماشي في الدايره هنا هينقسم نصين شويه يخشوا على المقاومه هسميه اي وشويه يخشوا على الملف هسميهم اي ال اه طب خلي بالكم بقى من الملاحظات المهمه دي في التوصيل على التوالي اللي خدناه قبل كده ان كان الجود هو اللي بينقسم شويه يخشوا على الملف وشويه بيخشوا على المقاومه، في حاله التوازي ايه اللي بيحصل يا مستر؟ ان الطيار هو اللي هينقسم نصين، يعني الطيار اللي داخل شويه طيار هيخشوا على المقاومه هسميهم اي ار وشويه تيار هيخشوا على الملف هسميهم اي ال، وبكده هنفهم حاجه بقى مهمه جدا ونشوف ايه العلاقه دي. هنا الطيار ماشي مع الجهد يعني ايه مش احنا قلنا في حالة المقاومة الطيار والجهد في اتفاق وجه واحد تمام طب ايه اللي لاحظته إيه هنا بقى لاحظت هنا إيه ان الطيار اللي على الملف اتأخر عن الطيار بتاع المقاومة بزاوية اسمها فاي والزاوية دي ممكن تكون تسعين او اقل من تسعين حسب حسب المسألة ماشية ازاي لو انا قفلت الشكل ده هو مثلث لو انا قفلت الشكل دوت مثلث يبقى هنا فيه زاويه ايه فاي او زاويه سيت تعالوا بقى كده نطلع من الشكل دوت بعض الملاحظات لو انا قلت لك ورجعتك كده لحلقه الحلقه اللي, اللي فاتت لما كنا هنا بنحسب كنا هنا بنحسب الجهد خلي بالكوا هنا بنحسب الطيار بقى يبقى في التوالي بحسب جهد في التوازي بحسب تيار يبقى الطيار هيساوي ايه يا مستر ما احنا خدنا الكلام قبل كده في فيثاغورس هربع التيار برافو عليك واربع التيار بتاع الملف واحطهم الاثنين تحت الجاز يلا كده نشوف ايه اللي هيحصل هلاحظ هنا ان مثلث الطيار بيقول لي لو انت عايز تحسب التيار الكلي قول لي بيساوي الجذر التربيعي لمربع تيار المقاومه زائد مربع طيار الملف طب لو عايز احسب معامل القدره اي معامل قدره في اي حته بيساوي ايه المجاور على الوتر وده خدناه من فترات طويله وخدناه على مدار الحلقات اللي فاتت يبقى انا لو قسمت تيار المقاومه على الطيار الكلي يديني معامل القدره خلوا بالكم النوتس ده نسجلها مع بعضنا في حاله التوالي كنت بحسب جهد في حاله التوازي بحسب طيار ايوه كده برافو عليكم المثلث التاني اللي عندنا بيقول لي مثلث القدره طب مثلث القدره بيجي منين فاكرين المثلث اللي فات كان اسمه مثلث الجهد كان فيه ضلع اسمه اي ار وضلع اسمه اي ال والمحصله كانت اسمها الطيار اضرب بقى كل ضلع من الاضلاع دهوت في الجهد خلوا بالكم الضلع اللي فات كان اسمه اي لو انا ضربته في الجهد يديني القدره الفعاله ولو انا خدت الاي ال اللي هو اللي هو طيار الملف ضربته في الجهد يديني القدره الغير فعاله ولو انا ضربت الجهد في الطيار يديني القدره الظاهريه فبالتالي انا عندي ثلاث انواع من القدره قدره فعاله بتساوي الاي R في ال V وقدره غير فعاله بتساوي الاي ال -IL في الفي والقدره الظاهريه بتساوي الاي في الفي ترجم يا مستر عشان احنا في انجليزي برضو ايه ما تقولناش بقى انجليزي وتصعب علينا بسيطه القدره الفعاله بنسميها بي بتساوي تيار المقاومه في الجهد والقدره الغير فعاله بنسميها كيو بتساوي تيار الملف اللي احنا بنقول عليه اي في فرق الجهد v والقدرة في والقدره الظاهريه بتساوي الاي في الفي اللي احنا بنقول عليها الطيار في الجهد طب المثلث ده هو بيجي منين بسيطه جدا هرسم مثلث المكو... الجهد اللي خدناه من شويه واضرب كل ضلع من اضلاعه في في طيب دواير تحتوي على مقاومة ومكثف، احنا يعني خدنا المقاومة مع الملف، هننقل بقى على جزء تاني ازاي احسب مقاومة مع مكثف، شايفين الشكل ده ايه اللي جديد بقى هنا يا ولاد؟ مفيش حاجة جديدة يا مستر، هي هي، شلنا الملف وحطينا مكثف، كل اللي عملناه شلنا الملف اللي هو كان اسمه اكس ال اللي هي الممانعة الحسية وحطينا مكانها اكس سي اللي هي الممانعة السعوية، طب تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل، التيار اللي داخل اتجاهه اهوت انقسم جزئين برضه، شويه تيار دخلوا هنا في المقاومه فسمتهم اي ار، وشويه دخلوا في المكثف فسمتهم اي سي، طب يا مستر اللي ايه اللي هيفرق هناك؟ ولا حاجه، كل اللي انت هتعمله هتشيل اي ال وتحط مكانها اي سي، تعالوا كده نشوف، الجهد اهوت ماشي مع الطيار مين اللي سبق هنا بقى؟ خلي بالكم معايا، طيار المقاومه سبق طيار الملف او المك... او المكثف نهوت سبق طيار المقاومه بزاويه سيتا او زاويه فاي او زاويه 90 درجه يبقى التيار الكلي في الدايره متقدم بزاويه 90 درجه او زاويه مقدارها قد كده عن مين يا فندم عن الجهد برافو عليك طيب برضو هنا لو انا عايز احسب الطيار واخدين بالكم ان المسائل كلها كوبي بيست او شكل بعضها مش هناك كنا بنحسب الطيار برضو عن طريق فيثاغورس كنت بقول اي تربيع زائد اي سي تربيع هنا برضو هقول اي تربيع اي تربيع اي ار تربيع زائد اي سي تربيع لان انا شلت هناك المقاومه وحطيت مكانها مكثف طب عشان احسب معامل القدره هقسم التيار اللي ماشي في المقاومه على على التيار الكلي يعني المجاور على الوتر خلوا بالكم بقى هنا المجاور اسمه اي ار والوتر هنا اسمه اي طب تعالوا كده نشوف المثلث الثاني اللي هو مثلث الطيار بيجي منين او مثلث القدره بيجي منين هضرب التيار في الجهد زي دي كان بالظبط خلي بالك اهو انا عندي هنا ايه اللي حصل لو انا خدت الطيار ده اهو ضربته في الجهد يديني اس ولو خدت الاي ار ضربتها في الجهد يديني القدره الفعاله اللي هي بي ولو خدت الاي سي اللي هو تيار المكثف ضربته في الجهد يديني القدره الغير فعاله اللي احنا بنقول عليها الكيو اهو المثلث الثاني اهو خلوا بقى بالكوا بقى معايا الاضلاع دي بقى بتيجي منين شايف اهوت الطيار هنا اهوت الاي سي او خلينا نبدا الاول بالقدره الفعاله القدره الفعاله هنا اسمها اي ار الاي ار دهيت اللي هو طيار المقاومه لما ضربته في الجهد اداني القدره الفعاله ولما ضربت الجهد في الاي سي اللي هو جهد اللي هو تيار المكثف اداني القدره الغير فعاله ولو ما ضربت الطيار في الجهد اداني القدره الظاهريه ال اس طب الجدع هنا او او الشاطر او الشاطره البنت الشاطره تقول لو عايز احسب معامل القدره احسبه ازاي ما هي بسيطه يا مستر نفس الكلام برضه لو انا عايز احسب معامل القدره هقسم المجاور على الوتر المجاور هنا اسمه بي والوتر هنا اسمه اس طب لو عايز احسبها بالمثلث بتاع الطيار هقسم الاي ار على الاي يبقى الدنيا معانا كويسه هي ما اي مشكله المثلثات كلها شكل بعضها في الدوائر اللي فاتت طب لو خدنا بقى الدائره الجنرال بقى اللي هي الكبيره اللي هي دايره فيها مقاومه وملف ومكثف هنلاحظ ايه هنلاحظ هنا الطيار بدل ما كان متوزع على فرعين اتنين اللي هو المكثف والملف الطيار هنا اتوزع على ثلاث افرع يعني الطيار هنا دخل شويه دخلوا على المكثف اسمهم الاي سي وشويه دخلوا على المقاومه اسمهم الاي ار وشويه دخلوا على الملف اسمهم الاي ال طب هنلاحظ هنا الاتي الدايره دي بتفكرنا بدايره التوالي اللي احنا خدناها من, من من حلقتين فاتوا او الحلقه اللي فاتت ان الطيار هنا هو اللي اتغير هناك كان الجهد هو اللي اتجزأ يبقى هنا هنا هسجل نوتس كده ان في حاله التوالي الجهد هو اللي بيتجزأ يعني لو انا عندي الدايره دي توالي كنت هلاحظ ايه هلاحظ شويه جهد يخش على الملف يبقى في اي في ال وشويه هيخشوا على المقاوم وشويه هيخشوا على المكثف لكن ادام احنا شغالين على التوازي يبقى التيار هنا هو اللي هيتجزأ لكن هلاقي هنا الجهد هو الايه الجهد هو اللي ثابت فبالتالي التيار هنا انقسم ثلاث اجزاء طب تعالوا كده بقى نشوف المثلثات بتاعتنا هترسم ازاي الاول خالص دي الاتجاهات بتاعتنا الاي سي اهوت ان اي اي سي يا مستر ان تيار المكثف سابق تيار المقاومه بزاويه 90 طب الشكل التاني دهوت المقلوب لتحت ده ايه؟ ان طيار الملف متاخر عن الجهد بزاويه 90، طب الكلام ده جديد، ما الكلام ده احنا خدناه قبل كده، ان في حاله وجود ملف في دايره كهربيه، الطيار بيتاخر عن الجهد بزاويه 90، ولو انا عندي مكثف في دايره كهربيه، الطيار هو اللي بيتقدم عن الجهد بزاويه 90، فبالتالي من غير ما نحفظ الاشكال الشكل اللي قدامك دهوت، لا من الموضوع بسيط جدا، هقول ان الاي سي هنا متقدم بزاويه 90 عن الطيار وهنا الاي ال اللي هو تيار الملف متاخر عن الجهد بزاويه كام 90 وده بيسموها متجهات التيار والجهد في حاله ان الاي سي اكبر من الاي ال يعني ايه الاي سي اكبر من الاي ال يعني تيار المكثف اكبر من طيار الملف طب تعالوا نشوف المتجه الثاني هنا بقى هنلاحظ ايه هنلاحظ هنا ان انا عندي في الدايره هنا ثلاث عناصر العنصر الاولاني اسمه المقاوم والعنصر الثاني اسمه ال اللي هو الملف والعنصر الثالث اسمه سي لاحظتوا هنا ان طي... انا هنا انا افتراضا ان اي سي دهيت اللي هو تيار المكثف بيساوي تيار الملف الاي سي بيساوي تيار الملف او اكبر من تيار الملف يعني الاي سي اكبر من الاي ال القاعده اللي هنشتغل عليها دلوقتي طيب التيار الكلي في الدايره اسمه اي الجهد اللي ماشي في الدايره هنا اسمه في وفي اتفاق وجهي مع مين مع المقاومه اللي احنا بنقول عليها التيار اللي ماشي جواه الاي ار الزاويه اللي بينهم سيتا او زاويه فاي السؤال هنا ايه علاقه المثلث ده بالمثلث ده شايفين المنحنى بتاعي ده هو بيقول لي هنا ايه بيقول لي هنا ان انا بعتبر الاي سي اكبر من الاي ال فبالتالي الطيار بتاع المكثف لو طرحته من طيار الملف يديني الجزء اللي انتم شايفينه ده هو الجزء ده كله من اول هنا لغايه هنا اسمه الفرق بين الاي سي والاي ال طب يا مستر لو انا عايز احسب الطيار اللي ماشي في الدايره دي كلها احسبه ازاي نفس الكلام برضه هقول اي تربيع بتس... الاي بيساوي الجذر التربيعي لاي ار تربيع زائد الاي سي ناقص الاي ال تربيع يعني ايه يا مستر مش انت قلت لي يا استاذ من شويه ان انا عندي مقاومة ومكثف وملف اعتبرت هنا ان طيار المكثف اكبر من طيار الملف فطرحت طيار المكثف من طيار الملف وربعت وجبت الجذر مع الاي تربيع ار اللي هو التيار اللي ماشي جوه المقاومه فبالتالي طلع عندي التيار الكلي، طب لو عايز احسب كوزين فاي مش هتلاقوه اتغير كتير، هتلاقوا معامل القدره اللي هو جتا فاي في اي مساله بيساوي الاي ار على الاي الاي ار على الايه؟ على الاي، طب تعالوا كده نبص مع بعض في المسا... في الجدول اللي قدامنا دهوت عندي ثلاث حالات الحاله الاولانيه ان اكس ال اكبر من الاكس سي الحاله الثانيه الاكس ال بتساوي الاكس سي الحاله الثالثه الاكس ال اقل بكتير من الاكس سي طب ده يفرق معايا في المثلثات اه طبعا الشكل الاولاني خالص ده هوت ان الاكس يعني ايه يا مستر الاكس ال افكركم كده كلمه اكس ال يعني ايه ممانعه حسيه او ممانعه استنتاجيه واكس سي ممانعه سعويه طيب التيار الكلي في الدايره بيبقى متاخر عن الجهد بزاويه اقل من 90 او بتساوي 90 ومعامل القدره هنا وتوع... والدايره دي بنعاملها كانها دايره ايه دايره حسيه يعني اللي يبقى كعبه عالي مين الملف فبالتالي هنا ايه اللي حصل اللي حصل هنا ان الاي ال اكبر من الاي سي فالفرق بينهم هيبقى العمود نازل لتحت او المنحنى ده هو نازل لتحت لان الطيار متاخر عن الجهد بزاويه كام 90 درجه طب خلوا بالكم الملاحظات ديت هنقولها تاني الاكس ال بقى سوت الاكس سي هنا الدايره بتبقى في حاله ايه لسه قايلنا من شويه هتبقى في حاله رنين ما نعرفش ده التوصيل هنا توصيل توازي يا مستر لو في التوالي هتبقى في حاله رنين شويه كده هناخد رنين التوازي ونعرف ايه الفرق قال لي ايه في الاكس ال بتساوي الاكس سي ان الطيار الكلي في الدايره دهيت هو طيار زاوية الوجه يعني ماشي معاه يعني الجود والطيار مع بعض عشان كده الاي ار هو ماشي مع الجود هنا هتلاقي ان طيار المكثف سابق بزاوية 90 وطيار المكثف متأخر بزاوية 90 مع ان الاتنين دول بيساوي ايه بيساوي بعض يعني القيمة اللي فوق بتساوي القيمة اللي تحت طب تعالوا بقى نشوف هنا الاكس ال اقل بكتير من الاكس سي او الاكس سي اكبر من الاكس ال ايه اللي يحصل قل التيار الكلي في الدايره بيسبق الجهد بزاويه اقل من ايه من 90 يبقى هنا هنلاحظ ان الجهد هنا متاخر بزاويه كام بزاويه 90 درجه يعني جهد الملف يبقى هو نازل لتحت متاخر بزاويه 90 وجهد المكثف متقدم بزاويه 90 او التيار اللي على المكثف متقدم بزاويه 90 هنلاحظ هنا الثلاث حالات دول كالاتي نلخصهم كده بسرعه ان انا عندي في الدايره الكهربيه ثلاث حاجات مقاومة وملف ومكثف لو أنا وصلت المقاومة مع الملف مع المكثف بزاوية أو, أو باتجاه توازي يعني بدايات مع بعضها ونهايات مع بعضها بلاحظ الاتي بلاحظ إن هنا الطيار بدل ما كان ثابت الطيار هو اللي اتجزأ فالطيار بيبقى داخل كده شويه بيخشوا الفرع الاولاني وشويه بيخشوا الفرع الثاني شويه بيخشوا الفرع الثالث طب لما الطيار يتجزا ايه اللي يحصل انا دلوقتي عايز اعرف مين متقدم ومين متاخر هفترض فرضا ان اكس ال الاول خالص هي اقل من اكس سي يعني ايه يعني طيار المكثف اكبر بكتير من طيار الملف هلاحظ الاتي ان في حاله وجود ملف مع مقاومه مع مكثف في دايرة التوازي ان الطيار بتاع المكثف متقدم متقدم وحط تحتها ثلاث خطوط عن عن الجهد بزاويه كام 90 درجه وهلاحظ ان الملف بتاعي الطيار بتاعه متاخر عن الجهد بزاويه 90 يا مستر والجهد ده ثابت اه مش ثابت بقى الجهد هنا فعلا جنرال كبير كعبه عالي يعني يعني ايه كعبه عالي يعني هو هنا اللي بيتحرك حواليه الحمل والحمل ده عباره عن ايه عباره عن طيار فالطيار قيمته الجهد قيمته ايه قيمته مش هتتغير كتير لكن اللي هلعب فيه الطيار طيار المكثف هيبقى متقدم عن الجهد بزاويه 90 اما طيار الملف هيبقى متاخر عن الجهد بزاويه 90 فهلاحظ ان الجهد هنا فيصل في النص اللي اتقدم عن الجهد في المكثف الطيار واللي اتاخر عن الجوت الطيار برضو بس التيار اللي ماشي جوه مين جوه الملف تمام كده طيب لو انا عايز احسب التيار اللي ماشي في الدايره اعمل ايه من فيثاغورس اقول له التيار في اي دايره كهربيه سواء كانت ملف مع مقاومه او ملف مع مكثف او التلاتة مع بعض اللي هو المقاومه مع الملف مع المكثف هجيب الجذر التربيعي للطيار اللي ماشي جوه المقاومه هسميه اي ار واربعه واقول زائد الاي ال تربيع لو انا ماشي في ملف بس طب لو انا شغال على مكثف هقول الجذر التربيع برافو عليكو اي ار تربيع زائد اي سي تربيع طب لو انا شغال بقى كوكتيل التلاته مع بعض هقول له الجذر التربيعي لاي ار تربيع زائد وافتح قوس اطرح طيار الملف من طيار المكثف لو طيار الملف هو الاكبر طب لا العكس بقى الاي سي ناقص الاي ال كل تربيع لو طيار المكثف هو الاكبر من طيار الملف واجمع واجيب الجذر يديني الطيار الكلي اي معامل قدره في اي دايره كهربيه توالي او توازي بتساوي المجاور على الوتر هنا بتلاقي المجاور اسمه الاي ار هناك كان اسمه الفي ار يبقى انا هناك في التوالي شغال على جهد هنا في التوالي شغال على تيار التوازي شغال على تيار في الجهد شغال على ايه شغال على جهد او, أو اسف في التوالي شغال على جهد طب كده بينا نشوف لو انا عندي الثلاث حالات اللي احنا خدناهم من شويه في جدول الاكس ال بتساوي الاكس سي الاكس ال اكبر من الاكس سي الاكس ال اقل من الاكس سي ايه الاكس ال والاكس سي اللي هي الممانعات اللي موجوده في الدايره مره تبقى عاليه قوي ومره تبقى صغيره قوي مين بقى فيهم ايا كان الاكس ال لو اكبر من الاكس سي انا مش انا مش هنحفظ الجزء ده بقى احنا اهم حاجه عندنا يا اولاد نبقى عارفين ان في حاله الملف التيار بيتاخر بزاويه 90 شكرا وفي حاله المكثف التيار بيتقدم بزاويه 90 وفي حاله المقاومه الجهد ماشي مع مين مع الطيار في اتفاق وجه واحد يعني الاثنين ما فيش مع بعض ايه زاويه ومن هنا لو انت فهمت الثلاث حاجات ده هم اللي احنا بنينا عليهم الحص... ال... ال... الحلقه اللي فاتت واللي قبلها كل شغلنا كان عن كده بس كانت الدوائر اسمها دوائر الايه التوالي النهارده فتحنا ملف جديد اسمه دوائر التوازي وبكده يكون ايه الجزء ده اي يعني انتيالي كده وصلنا فكره ان في حاله التوصيل على التوازي، الطيار متجزا في حالة التوصيل على التوالي الجهد هو اللي متجزئ فبالتالي بحث هناك جهود هنا بحث الطيارات الجزء التاني اللي بقى القدرة ثابته في أي دايرة التوازي مربع تيار المقاومة في الجهد ولو عايز احسب المقاومه القدره الغير فعاله مربع التيار او مربع تيار المكثف في الجهد او الاي سي على طول في الجهد من غير تربيع على فكره يعني الاي سي لو اتضرب في الفي يديني القدره الغير فعاله والاي ار لو ضربت في الفي يديني القدره الايه الفعاله والاي لو ضربت في الفي يديني القدره الايه الظاهريه اللي احنا بنقول عليها اس او الجذر التربيعي لبي تربيع زائد كيو تربيع طيب تعالوا كده نشوف الرنين في حالة التوازي، مش احنا من شوية كده اتكلمنا عن الرنين في حالة التوالي، هنشتغل دلوقتي على الرنين في حالة التوازي، يعني إيه الرنين في حالة التوازي يا مستر؟ يعني أنا عندي دايرة فيها تلات أجزاء فيها مقاومة وملف ومكثف وعايز أحسب الرنين، قال لي تتكون دايرة الرنين على التوازي من ملف متوصل على التوازي مع مكثف وعموما الملف هنا بيسموه ملف غير مثالي، يعني فيه فقد، كلمة غير مثالي في الكهرباء عندنا يعني إيه؟ يعني فيه فقد، فيمكن تمثيل الملف بمحاسة زائد مقاومة مادية اكس ال مع ار إيه؟ مع في التوالي، يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ انت تتوهنا ليه؟ كل اللي احنا هنعمله هنجيب مقاومة ونحطها بالتوالي مع اكس ال، يا مستر انت من شوية قايل لنا دلوقتي ان احنا هنشتغل توازي، انت قلبت الدايرة توالي ايه؟ خلوا بالكم بقى المقاومة دهيت الملف اصلا من جوايا ولاد فيه مقاومة. فبالتالي الملف الاكس ال معاه مقاومه متوصله بالتوالي جوه لان السلك اللي جوه الملف عباره عن مقاومه لان اي سلك عندنا عباره عن مقاومه فبالتالي ار هنا اصبحت مقاومه متوصله بالتوالي مع الاكس ال، هلاحظ هنا ايه؟ الجهد هنا اتجزأ جزئين شويه جهد هنا دخلوا على المقاومه وشويه جهد هنا دخلوا على الملف فالجهد اللي دخل على الملف اسمه اكس اسمه في ال والجهد اللي دخل على المقاومه اسمه في ار، طب تعالى كده نبص مع بعضنا ونشوف الطيار اللي دخل في الدايره هنا ايه اللي حصل له؟ الطيار هنا اتجزأ جزئين الطيار كان داخل هنا من المصب او المنبع شويه طيار راحوا للدايره الكبيره اللي انت شايفها فيها مقاومه وملف وشوية طيار دخلوا على المكثف الطيار اللي دخل على الملف سميته اي ال والطيار اللي دخل على المكثف سميته اي سي امتى بقى الدايره دي تكون في حاله رنين الدايره تكون في حاله رنين عند الاتي هنا بقى انت مش مطالب تثبت زي اللي فات هقول له التردد الرنين هنا بيساوي ايه واحد على اتنين باي زي دي كان الجذر التربيعي بقى لواحد على ال في سي ناقص الار تربيع على ال تربيع يا مستر يعني هنا عايز تقول لي ان المقاومه هنا مش بتساوي زد لا يا فن هناك المقاومه كانت بتساوي الاعاقه طب نيجي بقى نبص مع بعضنا كده ونشوف المقارنه بين توصيل التوالي وتوصيل التوازي في حاله الرنين خلوا بالكم معايا قال لي في دايرة التوالي عند الرنين الإعاقة بتكون صغيرة، آه مش إحنا لسه قايلين من شوية الدايرة بتزغرط وتردد الرنين بتاعها بيبقى فرحان ومبسوط جدا، لما قيمة الزد بتساوي قيمة صغيرة، طب الزد لو ساوت قيمة صغيرة التيار بيبقى في أعلى قيمة، فبالتالي في دوائر التوالي قيمة الرنين هنا بيكون المعاوقة صغيرة جدا لكن في التوازي لا ده القيمة بتبقى عالية جدا يعني الطيار بيكون اقل ما يمكن في حالة التوازي ليه؟ لأن الإعاقة في أكبر قيمة طب المعاوقة ار بتساوي زد هناك لا الإعاقة هنا زد بتساوي إيه؟ بتساوي ال على سي ار يعني لو جيت قلت لك في الامتحان ار بتساوي زد في حالة التوالي قول لي اه لكن في حاله التوازي زد اللي هي الاعاقه بتساوي ال اللي هو اللي هو الممان اللي هو الملف الساعة الحسي على سي اللي هي الساعه في حاصل ضرب المقاومه والطيار في الحاله دي بقى عالي جدا الطيار هنا بقى منخفض جدا طب تعالوا نشوف معامل القدره هنا معامل القدره في حاله الرنين بيساوي واحد يبقى في التوازي برضه بيساوي يبقى دي العلاقه الوحيده اللي شكل بعضها ان معامل القدره في رنين التوالي بيساوي واحد ومعامل القدره في رنين التوازي بيساوي واحد طب تردد الرنين قلنا هناك في حاله التوالي ان تردد الرنين اف بتساوي واحد على 2 باي جذر ال في سي هنا لا عشان احسب تردد الرنين هنا هقول ايه بقى واحد على 2 باي الجذر التربيعي لواحد على ال في سي ناقص ار تربيع على ال تربيع، عشان كده هنا قال لك ده بدوب برهان نكون عارفينه، لكن هنا احنا مطالبين بالبرهان لان ممكن يقول في الامتحان استنتج تردد الرنين في حاله التوالي، طب الكميه المكبره بالدايره، يعني ايه الكميه المكبره بالدايره؟ يعني مين اكبر قيمه؟ الطيار هنا والجهد هناك، الطيار هنا والجهد ايه؟ والجهد هناك، طيب قبل ما نتكلم على مساله تعالوا كده ناخد الملاحظه ديت ونخليها كده في الاعتبار. احنا لما اتكلمنا على تردد الرنين قلنا ايه؟ قلنا في حالة تردد الرنين بيكون الرنين عندنا يا اما في دواري التوالي يا اما في دوائر التوازي. في حالة رنين التوالي الملاحظات اللي هقولها ده هي ثابتة مش هتتغير ليوم الدين. ان في حالة الرنين بتاع التوالي المقاومة الكلية في الدايرة اللي هي زد بتساوي المقاومة الصغيرة اللي هي ار، عشان كده الطيار بيكون في مجده، يعني ايه في مجده يا مستر؟ يعني الطيار بيكون عند أعلى قيمة ليه فبالتالي الإعاقة بتكون عند أقل قيمة، في حالة الإعاقة عند أقل قيمة الطيار يكون هو إيه؟ زي ما شفنا في المنحنى كده بيكون في الطب في القمة، في الحالة دهيت ده إكس ال تساوي إكس سي، في الحالة دهيت ده الرنين يحصل اللي إحنا قلنا عليه. لكن في حالة التوازي لأ الطيار هنا بيكون قيمه كبيره جدا او الجهد بيكون قيمه كبيره جدا طب ليه لان الاعاقه في الدايره زد ما بتساويش ار آه ده بالعكس بتبقى في, أع... في اعلى قيمه فهنا في حاله التوازي الاعاقه في اعلى قيمه فالتيار بيبقى صغير في حالة التوالي العكس الطيار بيبقى قيمته كبيرة جدا 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 فبالتالي الإعاقة بتكون ايه صغيرة جدا 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 خلوا بالكم الملاحظات ديت انا عايزكم تفهموها كويس لان ده محور شغلنا اصلا السنه الجايه ان شاء الله لما نخش حاسبات وقسم الكترونات اللي هو اساس بقى دوائر الاتصال اللي احنا هندرسها بالتفصيل. طب تعالوا كده نقول ايه الملخص تاني ان انا عندي في دوائر التوالي الار بتساوي الزد والاكس ال بتساوي الاكس سي والار بتساوي الزد والممانعه الحسيه بتساوي الممانعه الاستنتاجيه ومعامل القدره بيساوي واحد. الحاله الوحيده اللي في التوازي اتشابهت مع دوائر التوالي ان معامل القدره في التوالي سوى الواحد وفي التوازي رخر ايه؟ برافو عليك سوى الواحد. الزاويه اللي بين الجهد والتيار في التوالي سوا صفر لان انا عندي قاعده بتقول لي في حاله رنين التوالي ما عندي الزاويه، يعني ايه ما عندي الزاويه؟ الجهد والتيار في الحاله ده اهي بيبقوا في اتفاق وجهي واحد. طب يا مستر دوائر الرنين كانت سواء سواء كانت توالي او توازي، بتستخدم في حياتنا العمليه؟ اه بتستخدم في حياتنا العمليه، وزي ما قلنا في دوائر الاتصال في الراديو والتلفزيون وازاي اجيب الموجة. طيب. لما جينا حسبنا التردد وعرفنا اهميته، وقلنا تردد الرنين ده هو مهم جدا في حياتنا، وكده وبكده اكون عرفت قيمته بتساوي ايه؟ في الحالة اللي قيمته بتساوي واحد على 2 باي جذر ال سي يبقى الحاله ده اهي الموجه تجي او التردد يجي او تسمع الاذاعه اللي انت عايزها او تتفرج على القناه اللي انت عايزها او تلقط واي فاي او تت او تتكلم مع زميلك او زميلتك في التليفون طب تمام التردد بتاع الرنين لو جه قال لي في التوالي احسبه قلنا قلنا واحد على 2 باي جذر ال سي طب لو قال لي احسب تردد التوازي هقول نفس القانون لا ده هيتغير كلا وجذرا بمعنى ايه؟ لو احنا من شويه كده قلنا ان واحد على 2 باي سبت واحد على 2 باي بقول الجذر التربيعي لواحد على ال في سي ناقص ار على ال ار على ايه ار على ال القانون ده هو يستخدم لو قال لي في الامتحان احسب تردد الرنين في حاله التوصيل على التوازي يبقى انا عندي توصيل التوالي ليه القانون؟ وثبتناه وتوصيل التوازي ليه قانون بس قال لي في الكتاب بدون برهان وانت مش مطالب ببرهانه مطالب بس ان انت تبقى عارف ان اف بتساوي واحد على 2 باي الجذر ال على ار سي ناقص ار على ال طب تعالوا كده بقى نبص على مساله ونشوفها بتتحل ازاي بيقول لي ايه دايره رنين توازي بها مكثف 4 مايكرو بالتوازي مع ملف حسي قيمته المقاومه بتاعته 50 اوم والحس الذاتي له 25 من 100 هنري وصلت الدايره بمنبع 110 احسب الات عايز تردد الرنين وعايز المعاوقة وعايز شده التيار والراجل بيقول لي هنا خلوا بالكم ان الدايره دهيت مش توالي ده الدايره ديت ايه تواز تعالوا كده بينا نشوف هنحلها مع بعضنا ازاي نطلع بيانات المساله بيقول لي ايه بيقول لي احسب تردد الرنين اللي هو الاف او لما يكون المكثف سي باربعه مايكرو فراد وعندي المقاومة R ب 50 أوم وعندي معامل الحس الذاتي اللي هو L ب 25 من مية هنري وقال لي الدايرة دي متوصلة بجهد كام؟ 110 احسب تردد الرنين زي ما قلنا في الأول خالص عشان نحسب تردد الرنين انا عندي قاعده بتقول لي ايه ان تردد الرنين في حاله التوازي اف او بتساوي واحد على 2 باي الجذر التربيعي ل على ار سي ناقص ار على L يعني يا مستر القانون دوت نفهمه من غير ما نذاكره لا نفهمه لان انا مش مطالب مني ان انا اثبته زي اللي فات كل اللي انت هتعمله هنا هتشيل من اللي قدامك او المعطيات دهيت ده وتعوض في المساله هتقول بتساوي واحد على 2 باي زي ما هي الجذر التربيعي هتشيل ال وتحط قيمتها كام؟ 25 من 100 هتشيل ار وتحط مكانها كام؟ 50 هتشيل السي وتحط مكانها أربعة وتضربها برافو عليك في 10 أس سالب 6 ناقص المقاومة اللي هي 50 على قيمة الملف اللي إحنا قلنا عليه 25 من مية كل ده هتشتغل بالآلة الحاسبة العلمية هيطلع لك الناتج تقريبا 156 هرتز أو ذبذبة على الثانية. وبكده يكون انتهينا من جزء إزاي نحسب تردد الرنين في حالة التوازي وإزاي نحسب تردد الرنين في حالة التوالي النهارده بسرعه كده اتكلمنا عن دوائر التوصيل التوازي وخدنا مقاومه مع ملف وخدنا مقاومه مع مكثف وخدنا المقاومه مع الملف مع المكثف كل ده على توصيل على التوازي استنتجنا النهارده حاجتين مهمين جدا او انا بسميهم تطبيق مهم جدا لحياتنا العمليه بعد كده في سوق العمل اللي هو تردد الرنين ايا كان بقى في حاله التوالي او في حاله التوازي خدت الفرق بين الاثنين وعرفت ان تردد الرنين بيحصل امتى لما يبقى الطيار في اعلى قيمه والار بتساوي الزد والاكس ال بتساوي الاكس سي لكن في حاله التوازي بيبقى الجهد في اعلى قيمه جدا عشان كده بيلعب على جهد لكن هناك بيلعب على ايه بيلعب على تيار بشكركم جدا النهارده وكنت سعيد معاكم النهارده وبكده تنتهي حلقاتنا اشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله شكرا ليكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا ليكم